أعزائي مشاهدي تلفزيون الراي، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم جي اف سي جلاديترز فايتنج شامبيونشيب. يفصلنا أسبوع واحد فقط عن بطولة جي اف سي للموسم الثالث التي ستكون إن شاء الله يوم الجمعة القادم الموافق 26 أبريل. بسبب اقتراب موسم جي اف سي 3 احنا رح نعجل في عرض نزالات جي اف سي 2، ولهذا السبب اليوم رح نعرض نزالين يعتبرون من أهم النزالات اللي صارت في جي اف سي 2. أول نزال رح يكون مع حامل لقب أحمد إبراهيم الملقب بشهاب مع اللاعب جي جي. أما النزال الثاني رح يكون بين حامل اللقب إيديو ثوماس مع اللاعب عبد الرحمن رمضان العنزي الملقب بتايسون. أعزائي المشاهدين حلقتنا اليوم مميزة، رح نتكلم عن فقرات أو مواضيع مختلفة. اليوم رح نبدأ نتكلم عن تجهيزات الموسم الثالث من بطولة جي اف سي، رح نعرض لكم تفاصيل اللاعبين اللي رح يشاركوا في العشر نزالات التي ستضم 20 لاعب من أقوى المحاربين من الكويت أو سواء جايين من برا الكويت لهذا الحدث الذي يعتبر أضخم حدث قتالي في الشرق الأوسط. طبعا النزال الاول بين اللاعب احمد ابراهيم واللاعب جي جي في نوع من انواع طبعا طابع الانتقام. لاعب جي جي هو صديق اللاعب ريالبي اللي استطاع احمد ابراهيم انه يفوز عليه بجي اف سي 1، فاحمد ابراهيم قبل تحدي جي جي. عشان اعرفكم اكثر على اللاعبين تابع معي هذا التقرير. ما شفنا في التقرير السابق تعرفنا على اللاعبين، خلينا نتكلم عن بعض التفاصيل عنهم. أحمد إبراهيم الملقب بالشهاب، وهو بالمناسبة أطلق عليه هذا اللقب من خلال منظمة جي اف سي عندما قام بالنزال في جي اف سي 1 ضد البطل الأمريكي ري ألبي. أحمد إبراهيم هو بطل العالم في الكونفو والكيك بوكسينج، وهو لاعب خاطف يستطيع في لمح البصر أنه ينزل اللاعب الخصم بالضربة القاضية. طبعا أحمد إبراهيم عنده في رصيده أكثر من 100 نزال احتراف، فاز منها تقريبا أكثر من 34 نزال بالضربة القاضية. المتحدي هو جونيور أمبروس أو المسمى جي جي أمبروس، وهو الملقب بسوبرمان، أطلق عليه هذا اللقب من خلال مدربه التايلندي الذي باعتقاده أنه جي جي أمبروس يمتلك قوة خارقة. هو لاعب مخضرم لدى منظمة بيلاتور، وهو حاصل على الحزام البني في الجودسو البرازيلية، بالإضافة إلى أنه مصارع قوي جداً. صالح لو نتكلم عن اللاعبين، طبعا جي جي كان متواجد بجي اف سي 1 وشاف طريقه لعب احمد، واعتبر ان طريقه لعب احمد كانت مكشوفه بالنسبه حق جي جي. فعلا عنصر المفاجاه كان غايب بالنسبه للاعب احمد ابراهيم، لانه كان اسلوبه معروف لدى جي جي، ولكن جي جي في خلال هالفتره هاي قدر انه يميز اسلوب احمد ويدرسه اكثر. كما عودناكم بجي اف سي ننقل لكم ادق التفاصيل، خلونا نشوف المقابلات اللي سويناها مع اللاعبين قبل النزالات. معنا اللاعب احمد ابراهيم، يعطيك العافيه احمد. ربنا يبارك فيه. احمد شلون كانت استعداداتك حق البطوله هذه؟ والله يعني طبعا البطوله زي دي، بطوله جي اف سي، بطوله يعني دوليه عالميه، بطوله كبيره قوي، لازم الواحد يستعد لها جامد، ويعني اتمرنت جامد بقالي شهرين بتمرن وبستعد لها استعداد مخصوص، يعني ان انا المفروض ان انا حامل اللقب وبدافع عن اللقب، فلازم استعد جامد يعني. فكنت بتمرن تمرينتين في اليوم، واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله احمد اتمنى لك الفوز والتوفيق. حبيبي ربنا يبارك فيك. شكرا. آه
طبعا اعزائي المشاهدين هذا النزال يتميز بالثأرية لانه اللاعبين كانوا ينتظروا انه هذا اللقاء يتم في جي اف سي 2. كان بينهم تصاريح نارية كثير من خلال مقالات نشرناها في الجرايد اليومية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. جي جي كان واثق جدا من الفوز ويدعي أنه الحزام راح يكون ملكه وأنه هو محضر في مكتبته مكان لهذا الحزام. كان طبعا رد البطل أحمد إبراهيم المدافع عن اللقب أنه جي جي من حقه أن يسعى ولكن ليس عليه إدراك النجاح. خلينا الحين نتفرج على الحدث الأساسي اللي صار، اللي كانت كل الجماهير تنتظره في جي اف سي 2، المين ايفنت بين أحمد الشهاب وجي جي سوبرمان. جي جي سوبرمان أمبروس. ميتيور إبراهيم. جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم النماء. نمحق الكفار والحتون منية الأبرار، منية الأبرار. المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. تحية للمحارب أحمد ديمتيور إبراهيم. رحموا معي بالمحارب جي جي سوبرمان. والآن محارب الركن الأحمر الغني عن التعريف من جمهورية مصر العربية، بطل العالم في الكيك بوكسينج والكونغ فو، حاصل على لقب جي اف سي 1. رحبوا معي بالمحارب أحمد ذا ميتيور إبراهيم. The back fist. Huh? Okay, guys, we went over the rules. We're going to have a clean, fair fight. Remember, there's no elbows on the ground. You have any questions? Back kick. Ginger, hey. Do you have any questions? Touch gloves, come out fighting. الحين الحكم راح يعطي تنبيه حق عثمان وحق التايمر. عبتدي الحين نزال منتظر. خلنا نشوف. هذا النزال الذي ينتظره الجميع. أحمد إبراهيم بداها صراحة سريعة، كسر المسافة باثنين راوند كيك. هذا النزال الكل ينطره. جاي جاي مصارع وجاي جاي لاعب جيجيتسو، قدرته الأرضية أكبر من أحمد وكان متوقع أنه يأخذ الأحمد، بس صراحة كانت ضربين مؤثرات أخذت كثير من لياقة وطاقة جاي جاي. مفروض أن أحمد يحاول أنه ما ينزل إلى أرضية. الحين أحمد ماخذ وضعية الخنق، وضعية الخنق مفروض يسكر عليه بريلة عشان أنه يكتمل وضعية الخنق. في الوضعيه هذه يكون خنق ضعيف شوي، ما يكون قوي، راح يبذل مجهود ويتعب. الحين احمد المفروض ينزل يسكر على ابريله، هني ممكن يكون يسيطر. الحين اللاعب الامريكي قاعد يحاول ياخذ احمد تحت. نعم اي المفروض احمد الحين لا ينزل إلى تحت، لان هذا خبرته كامريكي في الارضي تحت اكثر من احمد. طبعا يبدو ان اللاعب جي جي
ينتظر بس هو ان احمد يرخي شوي ومن راح يسحب ريله. طبعا هذا اللاعب هذا الشهاب هذا احمد ابراهيم هذا لاعب جي اف سي 1 اللي فاز باللقب. وقف الحكم وقف الحكم لانه ما شاف في نتيجه. الان الله ممتاز احمد ابراهيم كومبينيشن كومبينيشن جميل رابعه سريعه حلوه ايضا. لا لا يدش لا لا يحاول ياخذ كسر. زين تخلص احمد ابراهيم ملك الخروج ملك الخروج لاعب عرض لاعب صلب ما شاء الله عليه لاعب صلب جي جي ايضا مو لاعب سهل يمثل نادي كومبات اثلتكس. حاول ياخذ مثلث خنق ثم حاول ياخذ كسر ولكن تفلت منها احمد. احمد عرف ان جي جي اول ما راح يبدا النزال راح يلزق فيه راح يكسر المسافه عشان كذي تنبه احمد للراوند كيك علشان على طول يخلي فيه مسافه بينه وبين اللاعب يصير اللاعب يتردد لما يدش. لازم اللاعب احمد ما يحاول ينزل مع ارضي يكون عنده امكانياته وموجوده عنده وتاريخه في الارضي اللاعب الامريكي جي جي. الحين دقيقتين ونص تقريبا متكافئة. قاعد يحاول الحين اللاعب الامريكي انه ينزل احمد تحت. اللاعب الامريكي خبير في الخروج والامور هذه. نعم الظاهر نتفاجئ في ان احمد فوق وايد زين احسن منه. صحيح. فهو احسن منه في الارضي فيحاول ينزل الارضي. كان يسحب ارضي نعم. نعم. ترى جي جي تو لاعب مباراة في بيلاتور في منظمة بيلاتور وفاز فيها. وقفهم الحكم لانه ما كان في شيء. اي وقفهم كابتن لانه ما. ضربة امامية ما يجيري على الوجه كانت جميلة. سيستم اللاعب الامريكي حاشا شيء هذا اللعب انتهى اللعب يا سلام الله انتهى اللعب يا سلام كرامبين 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 رجل اليمين حاشا شد عضلي شد كرامبين جهه اليمين كرامبين جهه اليمين سكر كرامبين 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 يقول للاسف ان هذه مباراه من افضل المباريات هاي المباراه الثانيه تحية للبطل نعم الذي دافع عن حزامه للمره الثانيه في جي اف سي 2 احمد دماتيار ابراهيم. الف مبروك للبطل احمد ابراهيم على هذا الاداء الرائع. ابو حميد ايه يا عم ابو حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اول حاجه قبل اي حاجه الاستعانه بالله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كرمني. يعني انا ما عملتش حاجه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نصرني وانا تعبت الحمد لله. وكباتن معايا كابتن نبيل وكابتن محمد تعبوا معايا وفي جندي المجهول اللي مش هينفع انساه الراجل اللي استفدت منه كتير الكابتن مهدي انا بقول له في الكويت والناس كلها الراجل ده راجل محترم وقف جنبي كتير ومهما اقول عليه هو راجل محترم يعني مش محتاجه كلام. ربنا يبارك فيه وفي كل القائمين على المنظمه كابتن عادل وكابتن صالح تعبوا وكابتن سعود ربنا يبارك فيهم وحدث جميل جدا وانا بحب الشعب الكويتي ودوله الكويت. والان لحظه تكريم بطل المنظمه احمد دميتيور ابراهيم. نفس ما شفنا طبعا فاز اللاعب احمد ابراهيم ولقب الشهاب بجي اف سي 2 وصار حامل اللقب بجي اف سي 2. لو شفنا المباراه طبعا صالح لاحظنا المباراه ما كانت نفس ما الجمهور متوقعها في شيء صار. اول شيء طبعا احنا بنبارك للبطل اللي يحتفظ في لقبه احمد ابراهيم وبنهنيه على هذا الاداء اللي دائما مشرف وبنحكي هارد لك للبطل جي جي. على العموم انا احب اتكلم عن هذا النزال خصوصا انه احنا ما شفنا المستوى الحقيقي للاعب جي جي اللي الجميع ما بيعرفوا انه جي جي اول ما وطأت قدماه الحلبة عمل حركة ستريتش تسببت في حصول تمزق في قدمه اليسرى. فبالتالي جي جي من اول النزال ما كان اللاعب اللي احنا نعرف. انا متابع جي جي من فتره طويله وشفت له فايتات مو هذا جي جي اللي احنا متوقعين منه. هو ممكن يخسر
هو ممكن يخسر ولكن ما راح يخسر بهذه الصورة وما راح يكون النزال بهذه الصورة. على العموم هو كان نزال ممتاز بس يمكن احنا كانت امالنا انه نشوف سترايك اكبر، نشوف مدة اطول في النزال. طبعا مبارك حق اللاعب احمد ابراهيم، نقول له الف مبروك على حصولك على جي اف سي 2. صالح خلينا نوري الجماهير المقابلات سويناها بعد سعود البطولة. بس قبل أن نوريهم هذا التقرير احب انوه انه جي جي راح يحصل على فرصته في اثبات قدراته في جي اف سي 3، واحنا هذا النزال قبلناه لانه احنا بنعرف انه جي جي هو لاعب عملاق، لاعب عنده قدرات كبيره جدا، اللي صار ظرف ممكن يصير مع اي مقاتل، وبالتالي احنا راح نعطي جي جي فرصه للنزال في جي اف سي 3. بالفعل جي جي يستحق ان يطلع قدراته داخل الحلبه. خلونا نتابع التقارير اللي عدنا لكم اياها من بعد المباراه. مبروك على الفوز احمد. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. شلون كانت المنافسه؟ والله ده توفيق من ربنا، واللعب جي جي لعب معروف ولعب قوي، وانا الحمد لله تعبت واتمرنت كويس، قدرت ان انا اسيطر على الماتش من البدايه. كانت خطه بفضل الله وبفضل المدربين اللي معايا، مشيتها كويس زي ما انا عايز، عشان كده الحمد لله ربنا وفقني. الحمد لله، الف مبروك ومن هالاعلى ان شاء الله موفق. امين، ربنا يبارك فيك، شكرا. بعد ما شفنا هذا التقرير وشفنا الروح الرياضية العالية، أحمد إبراهيم هو لاعب خلوق جدا جدا جدا، قاعد بالكويت لفترة 10 أيام قبل البطولة وعسكر في الكويت في نادي الماستر مهدي فايت كلب اللي راح يمثلهم في بطولة جي اف سي 3. هو لاعب كبير جدا، احنا صراحة كل الجمهور كان دائما داعم للاعب أحمد إبراهيم. نتمنى في البطولة القادمة ان نشوف المستوى الحقيقي للاعبين ويكون في فرصة اكبر انه يمتع الجمهور في حدث اساسي او حدث رئيسي لن يتكرر في الفنون القتالية. اعزائي المشاهدين راح نطلع فاصل، ولكن بعد الفاصل راح يكون معانا الدكتور رامي بهبهاني ليناقشنا عن بعض المواضيع الخاصة بالهرمونات والبروتينات اللي مختصة في لاعب الفنون القتالية. تابعونا. أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم عارفين أن صحة وسلامة لاعبين جي اف سي هي من أولويات منظمتنا، عشان كذي اليوم نسمع وعدناكم استضفنا الدكتور رامي بهباني. أرحب فيك دكتور معنا. مساء الخير سعود. مساء الخير، حياك الله. مساء النور دكتور، وسعيدين دائما بتواجدك معنا. الله يسلمك. وبإفادتنا وإفادة الجمهور بهذه المعلومات القيمة. مسي بعد على الأبطال مرة واحدة. هي أكيد الحين الكل مستعد للحدث والكل متحمس انه في بعد اسبوع ان شاء الله راح تكون النسخه الثالثه من بطوله جي اف سي. دكتور رامي، احنا تكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الهرمونات. نعم. في ما يطلق عليه المكملات الغذائيه او السبلمنت. نعم. خلت تكون موضوع حلقتنا اليوم، ايش تقدر تفيدنا وتفيد الابطال بهذا الجانب؟ حاضر. بالنسبه حق المكملات الغذائيه، الناس كلها عارفه اي نوع من انواع المكملات الغذائيه، يسمونه هني في المتداول عليه هني بالكويت يسمونه هرمون. اي شيء قالوا لا هذا فيه هرمون، هذا فيه ضار، هذا يسبب عقم. نعم. عرفت شلون؟ هذا الاعتقاد خاطئ. المكملات الغذائيه موجوده متداوله عالميا. اوكي. المكملات الغذائيه تعريفها مواد غذائيه بديله لمكونات الغذاء. انا كشخص او كرياضي او كبطل أو كمقاتل ألتزم بداية معين، النظام الغذائي هذا مالي ممكن يكون يفتقر حق معادن، ممكن يكون يفتقر حق بروتين، ممكن يكون يفتقر حق دهون كربوهيدرات. هذه المكملات الغذائية عبارة يعني عن مواد مفصلة على حدة، كل كاتيجوري الوحدة مصنوع ومصنع، هذا فقط لتعويض وزيادة نظامك الغذائي.
طبعا كلنا عارفين ان النظام الغذائي هو لازم يكون الوجبات اللي انا قاعد اخذها تحتوي على البروتينات، تحتوي على المعادن والالياف، تحتوي على الفيتامينات، زائد تحتوي على الدهون. انا محتاج الدهون جدا عشان الاعصاب وعلى اساس تحفيز هرمون التستوستيرون اللي الابطال محتاجين انهم يحفزونه. صحيح. يعني دكتور انا افهم كلامك انه العناصر الموجوده في الغذاء انك تيجي تجمعها في وجبات بشكل يومي مع الحياه العمليه شيء صعب جدا. في وقتنا الحاضر هذا عندك الفاست فود، عندك الحياه سريعه، والحياه سريعه، عرفت شلون؟ ثاني شيء مثلا ممكن نقول اوكي انا اليوم مثلا اخذ وجبه الفطور مالتي، اوكي ممكن انا اخذها بيضه، اوكي لكن المفروض تكون معها حليب اللي تحتوي على البروتين، تحتوي على الكربوهيدرات، المفروض تحتوي معها الياف، فواكه والخضار، كربوهيدرات، خبز، زائد دهون. نعم بالفعل دكتور. يعني الحين اللاعبين نفس ما قلنا انه واحد صعب انه يلتزم اكله غذائي صحي 100%، فيحتاج يعوض من خلال استخدام مكملات غذائيه او مثل ما تداول بالكويت بروتينات. لا شوف بروتينات هذه ما يسمونها بروتينات، حتى المكملات الغذائيه البروتينات هذا احد المكملات الغذائيه. بالكويت بالكويت الاعتقاد الخاطئ، الكويت الاعتقاد الخاطئ ان البروتينات عباره عن هرمونات. هذا شيء غلط. احب اطمن الساده المشاهدين، الساده اولياء الامور، اوكي صح، اللي اولادهم قاعد ياخذون هذه الاشياء معتمده ومقيمه من قبل وزاره الصحه، وكذلك يتم تقييمها حتى بعد ما تنزل الاسواق. نعم. اذا كان هناك في اي خطوره من استخدامها فبالتالي ممكن احنا نسحبها، ممكن ان احنا نطلع تحذير كبير. من قبل فتره طلع على مشروب الطاقه، مشروب الطاقه احد توفى بسبب مثل ما تقول ممكن مراهنه او نزال او تحدي بينه وبين اصحابه، شرب له ثلاثه من احد مشروبات الطاقه هذه. ونحن اوريدي كنا محذرين من قبل ان هذه مشروبات الطاقه لا يجب تناولها للناس تحت 16 سنه. كذلك نفس الموضوع، تتقيم البروتينات، تتقيم الفيتامينات، تتقيم جميع المكملات الغذائيه فات بيرنرز كذلك معها، وبالتالي لو لقينا فيها اي اضرار لاعمار محدده او لنوع من يعني مثلا لفصيله معينه سواء كانت ذكر او انثى لازم يجب ان يذكر عليه. الدكتور لفه من كلامك انه حتى لو المنتج نزل الاسواق يظلون تتابعونه تشوفون نتيجته. ظل نتابعه ونشوف نتيجته ونعمل عباره عن مسح لشرائح كثيره مثلا سواء بالنوادي، حتى بالنوادي الصحيه، حتى في نوادي ابطال واكاديميات المحاربين وبادي بيلدينغز، نعمل مسح شريحي كامل، ناخذ سيرفي ان استفدتوا منه ولا ما استفدتوا منه. طيب دكتور تفضل. الحين يعني تستوستيرون والاشياء هذه المصطلحات، يعني اليوم احنا بنخاطب مو بس لاعبين او ناس عندها درايه، احنا بنخاطب شريحه كامله من المجتمع. البروتين الناس كلها فاكره ان البروتين عباره عن تستوستيرون، يا جماعه البروتين ما هو الا مكمل غذائي. صح. كانك جايب قطعه ستيك او قطعه لحمه وقاعد تاكلها، هذا البروتين. فعشان كذي انا اليوم ابي ادخل على البروتين كاول مكمل غذائي امن عند الاستخدام. ممكن الشخص يستخدمه او الانسان اللي يحب يمارس الرياضه كذلك يستخدمه، الفنون القتاليه، رياضات الفنون القتاليه والبادي بيلدينغ، اللي يسوي دايت حتى كذلك، اللي يسوي دايت حتى كذلك، الناس او المرضى اللي يخضعون لعمليات تحزيم المعده وعمليات التدبيس او سليفنج، كذلك هذول برايمري دايت مالهم، يعني اول ما يطلع من المستشفى صعب انه هو ياخذ، صعب انه هو ياخذ الاكل او يعني جسمه محتاج هذه العناصر، فمحتاج الى هذه البروتينات. فاذا هذه بروتينات علاجيه، اذا هذه عباره عن مكملات غذائيه امنه. صحيح. عند الاستخدام الدكتور اكيد تحتاج حق طريقه، يعني طريقه معينه حق الاستخدام. اكيد استخدام الخاطئ راح يؤدي الى خطوره، استخدامها الخاطئ راح يؤدي الى خطوره. اول شيء، اول نصيحه حق اي واحد يبي يستخدم، روح حلل، اعرف، شوف، استشير اي خبير تغذيه او اختصاصي تغذيه علاجيه، هل انت بحاجه حق هذه البروتينات ولا لا؟ هل انت بحاجه الى هذه المكملات الغذائيه او لا؟ على اساس كذي انا اليوم في الحلقه هذه فصلت لكم المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه اليوم خلوني نبتدي فيها الشريحه الاولى، اول مكمل غذائي امن عند الاستخدام
وهو البروتينات. طبعا احنا عندنا 6 انواع من البروتينات، نوعين طبيعيين. الاول بروتين الحليب والاج بروتين، والاج طبعا هذا ثاني شيء اللي هو البروتين اللحم او البيض اللي احنا ناخذه من الحيوان. اول بروتين عندنا اللي هو البروتين الطبيعي اللي هو الجميع من الصغر من الانسان وهو ياخذ البروتين. طبعا بروتين الحليب يحتوي على 27% من، او مثلا اذا انت من الحليب تاخذ 27 يعني كل 100 ملي، كل 100 ملي حليب 27 جرام بروتين. نعم. وزائد 37 كربوهيدرات متمثله بسكر اللاكتوز. اوكي. والبقيه 27% منها تكون دهون على هيئه دهون. فهذا اول بروتين انه ممكن للشخص اللي حاب يعني تستارت ولا يبتدي الرياضه مالته ممكن يبلش بالحليب. عندك الشغلة الثانية بروتين اللحوم، بروتين البيض. بروتين اللحوم، بروتين البيض بعد التمرين، بعد ما ترفع الأثقال أو بعد الركض، تعرض أنت عضلتك لإجهاد. صحيح. وممكن تؤدي إلى تمزق وتفتت العضلة هذه. بعد التمرين ممكن تروح تأكل لك 200 جرام من اللحم صافي، هذا يعوض. أو إنك تأكل بيض اللي هو طبعاً بياض البيض. نعم. كذلك هذا بعد يعوض. يعني في بعض الناس ما يحب مثلاً الحليب، ما يحب في ناس نباتيين. أنا أذكر لك شو اسمه، في ناس مثلاً رياضيين ما عندهم في تصير عندهم حساسية للسكر، سكر الحليب اللي هو سكر اللاكتوز. نعم. فبالتالي في تعويض. في بروتينات أخرى ممكن إن إحنا نعطيها إياها لكن مع استشارة طبية. يعني في انا معلومه جدا مهمه. نعم. دكتور استخلصتها من الكلام انه مش لازم انا، مو اللي بياخذوا البروتينات هم لاعبي كمال اجسام فقط، لا للجميع. هذا الجميع نفس ياخذ بروتين، لكن انا اقول لك ما تاخذ بروتين الا متكون حاله اذا انت ما تلعب رياضه وتمارس الرياضه، لان البروتينات الصناعيه هذه تحتوي على سعرات حراريه عاليه. صح. ممكن اذا انت ما عملت رياضه تؤدي الى زيادة الوزن يؤدي، تتحول السعرات الحرارية هذه إلى دهون ترسب، بالتالي سكر، ضغط، بدانة، أوبيزيتي. هذه المشكلة. احنا الحين تكلمنا عن نوعين طبيعيين من البروتين. أول بروتين اللي الواحد ينصح فيه الإنسان الرياضي أو بطل فنون قتالية اللي هو يسمونه الواي بروتين آيزوليت. الواي بروتين ايزوليت عبارة عن بروتين مشتق من الحليب، بروتين صافي، بروتين مشتق من الحليب. هذا يعني لكنه يختلف عن بروتين الحليب. بروتين الحليب حليب، لكن هي. هذا انت تشتق صالح. نعم. البروتين من الحليب هو نفسه. نعم. بالنسبة حق البروتين ايزوليت يعتبر هذا هو احسن انواع البروتينات بالنسبة للناس الرياضيين، لسرعة امتصاصها بالجسم. سرعة امتصاصها بالجسم تكون خلال 10 دقائق. لكن شنو؟ يفضل ان ما تخلطه بالماء، يفضل انك انت تخلطه بالحليب. ليش؟ البروتين راح ينهضم عندك في جميع اجزاء المعدة. اذا حطيته مع الحليب، الحليب يبطئ من عملية الهضم، فبالتالي يساعد اكثر على الاستفادة على الامتصاص. فراح يمتص أو الجسم راح يمتص البروتين هذا اللي هو الايزوليت لأنه هو مشتق. أوكي. وبالتالي بعدين يؤدي إلى تنشيط الجسم، تنشيط العضلة، وبالتالي إلى إعادة بنائها مرة ثانية، وبالتالي إلى صقلها، تطلع العضلة شكلها حلو ومرتب. أوكي. وفي وايد ناس يسألوني دائما، في ناس يسألني تقول لي دكتور رامي إحنا قاعد نمارس رياضة لكن مو قاعد ناخذ الاستفاده، اجسامنا مو قاعد تطلع الا بعد المكملات الغذائيه، يعني الا بعد ما ناخذ المكملات الغذائيه. صحيح. اقول لهم نعم وهذا شيء صحيح، لكن شنو؟ ما ازيد. اوكي. اخذ الجرعه المسموح فيها. طبعا احنا هني بالنسبه كراي طبي وراي صحي نقول للاعب لا تزيد عن 30 جرام باليوم من الايزوليت بروتين، على اساس بعدين بتسبب لك مشاكل بالكلى. احب استعرضها بعدين بعد
دكتور انا هذه كانت لفت انتباهي كنت حاب اسالك عنها. في ناس كثير تتكلم انه البروتينات هي عباره عن عناصر معقده تاخذ يعني من الكلى عشان تفككها. لا، البروتينات مش عناصر معقده. نعم. البروتينات ما هي الا عباره عن امينو اسيدز، مجموعه احماض امينيه، وهذه ان شاء الله نتكلم عنها ان شاء الله في الحلقات القادمه لان هذه تعتبر الخطوره. نعم. البروتينات ما هي الا مجاميع من الامينو اسيد ترتبط مع بعض وتكون لنا من خلال روابط كيميائيه وتتكون لنا هذه البروتينات اللي تساعد على بناء العضلات. طيب دكتور، المحفزات هذه شنو؟ محفز هو هذا البروتين؟ لا، محفز الهرمون هي عباره عن مواد كيميائيه تكاد تكون اعشاب، تكاد تكون مواد كيميائيه تحفز القده على افراز الهرمون اللي انت تبيه. لكن كثرتها بعد ما هي بزينة. بالفعل حتى المنتجات مكتوب عليها اغلبها ان يعني السايكل مالي يستخدم لمده شهرين ثم يتوقف الى 4 أشهر او 6. نعم. اشهر. نعم. فسعود هو على قولتهم تكون كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. صح. خلنا نكمل بعد ان شاء الله. ثالث نوع من البروتين قلنا بعدين اللي هو البروتين المركز. اوكي، البروتين المركز احنا نشتق منه بروتين الايزوليت اللي هو بروتين الحلم. بروتين المركز يعتبر ثاني أفضل نوع من بعد الأيزوليت، ويعمل مثل ما بروتين المشتق أو بروتين الحليب المشتق نفس طريقة عملية. لكن إحنا مثل ما قلنا الأيزوليت هو أكثر سرعة على الامتصاص، يعني الجسم يمتص. بس دكتور، إحنا بضماته في الواحد لما يطلع من التمرين يحتاج أيزوليت، يحتاج شيء. أيزوليت أساس تبني العضلة. أنت طالع. صورة أسرع. أنت طالع بعد التمرين. أنت طالع بعد التمرين. شايل حديد، شايل أوزان ثقيلة، أوكي، أو ممكن تكون أنت راكب. صح. أوكي، فهذا ممكن يؤدي إلى حرق الدهون، وبالتالي بعد حرق الدهون يؤدي إلى حرق البروتين، خصوصاً إذا أنت كنت تتبع نظام غذائي معين. مسوي دايت شايل الدهون كلها، ما قاعد تاخذ دهون. اول شيء تحرق الكربوهيدرات، بعد ما تحرق الكربوهيدرات تحرق البروتين، تحرق الدهون، بعد ما تحرق الدهون تنتهي عمليه حرق الدهون تحرق البروتينات. ف بعد ما تطلع من التمرين انت محتاج انك انت تعوض شيء سريع الامتصاص. طبعا في ناس تقول لك لا، انا احب اخذ طبيعي غذاء، اشرب لي حليب، اكل لي موزه، او اتعشى قطعه لحم. فهذا ينطر دكتور. في طبعا هذا يطول، يعني اولياء الامور يكون عنده يعني قلق، خصوصا لما ابنه يكون في يعني بدايه مراحل المراهقه، طبعا بده يبدا يستخدم هذه البروتينات. يمكن في اعمار معينه نعم في اعمار معينه اللي هو من 16 سنه بعد ما بعد البلوغ، بعد سن البلوغ، وبعد ثبات نسبة هرمون النمو. لا مش التستوستيرون، بعد بعد ثبات نسبة هرمون الجروث في انه ياخذ هذه المكملات الغذائية كبروتين. اما حق المحفزات طبعا لا، المحفزات هذه شغلها ثاني. المحفزات هذه فقط ياخذونها الناس الاثليتيك اللي داخلين بطولات، اللي يحاولون قد ما يقدرون يحافظون نسبة التستوستيرون بالجسم او نسبة الجروث هرمون. مع ان انا اقول لك بعد 18 سنة سعود ما في افراز لهرمون الجروث، هرمون النمو، لانه خلاص انت بعد 18 سنة هذا شكلك، هذا الطول، هذا الوزن، فبالتالي ما انت ما تحتاج حتى جروث هرمون. فبس بالحلقة السابقة قلت يقال انه هو ممكن يساعد على حرق الدهون وبالتالي تطلع العضلات، لكن ولا ساينتفك بيبر، ما في اي ورقه او بحث علمي لحد الان يثبت هذا الادعاء. بعدين عندنا نوع من انواع البروتينات اللي هو الكايزن، هذا نوع كذلك من انواع البروتين، هذا بطيء الامتصاص، هذا يساعد على منع تكون الدهون بالجسم. بطيء امتصاص على مدى طويل، على المدى الطويل يساعد على كذلك منع تكون الدهون. طبعا هذا الناس يفضلون استخدامه قبل النوم. هذا قبل النوم على اساس انت عمليه الهدم والبناء، عمليه الايض والهضم كلها تكون اثناء فتره النوم. فبالتالي انت تبي شيء بطيء الامتصاص على اساس ما يحرق الجسم بسرعه.
فيعتبر فترة طويلة يعني خلال فترة الراحة يعتبر طويلة. الكايزن يعتبر الكايزن من أفضل الأنواع. كذلك للناس اللي بتحارب تقلل الدهون. عندنا آخر نوع اللي هو أسوأ أنواع البروتينات، لكن هذا إحنا نحاول ننصح فيه الناس اللي فيها حساسية من سكر الحليب اللي سكر اللاكتوز، اللي هو بروتين الصويا. بروتين الصويا يعطى للناس اللي هي فيها حساسية من الحليب، واحتمال حساسية الحليب هذه تؤدي إلى الوفاة يعني. فما نعطي الأيزوليت ولا نعطي الكونسنتريت اللي هو المركز ولا الكازين ولا الكايزن، لكن نعطي بروتين الصويا. مشكلة بروتين الصويا على المدى الطويل هو رخيص، بروتين الصويا هذا رخيص، فبالتالي الشركات تحاول كذلك يعني الشركات شركات البروتينات شركات الخاصة تحاول مثلا ان تغش الناس. انا بعد حاب اكثر ان انوه الناس ان شراء البروتينات ومكملات الغذائية عن طريق الانترنت او عن طريق الحين مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك تويتر اوكي. انا اقول يتحذرون منهم لان المحلات هي افضل، المحلات هي فقط الاماكن المرخصه ببيع هذه. صحيح عليها رقابات سواء من وزاره الصحه او من وزاره التجاره، لكن شراءها عن طريق الانترنت هذه ممكن انه يكون البروتين هذا مكتوب عليه ايزوليت لكن هو ما ايزوليت، يكون مغشوش. فبروتين الصويا هذا يعتبر ارخص انواع البروتينات، يقلل نسبه الكوليسترول لكن لا سايد افكت كبير على المدى الطويل. بروتين الصويا يا جماعه يقلل نسبه التستوستيرون بالنسبه للرجل، ويساعد على تحويل هذه تحويل نسبه التستوستيرون هذه الى ايستروجين اللي هو هرمون الانوثه، فبالتالي اللاعب ياخذ رد عكسي جدا على استخدامه للمدى الطويل طبعا. فهذا الواحد لازم يتحذر يعني باختصار لازم طبعا هذا يكون دائما تحت اشراف خبراء تغذيه متخصصين او اطباء تغذيه علاجيين، او حتى اسال الصيدلي المسؤول اللي ممكن يبيعني بالصيدلي. صح دكتور، طبعا احنا استمتعنا بهاي معلومات، يعني احنا فخورين انها بتطلع في برنامج جي اف سي، معلومات جدا مفيدة. أنا متأكد كثير من الناس عندهم يعني نقص في هذه المعلومات. الله يعطيك العافية، أنت كملت في شيء واحد تفضل. أبي أقول أضرارها أي طبعا. يعني أنا الحين مدحتها أي. لكن في لها أضرار. نعم. استخدام البروتينات على المدى الطويل ممكن يسبب لي حساسية السكر أو سكر الحليب أوكي بالذات. ثاني شيء إجهاد الكلية أو إجهاد الكليتين. بروتينات عبارة عن مواد كبيرة صعبة الفلترة بالجسم، تطلع عن طريق التبول، عن طريق الإخراج بالتبول، ممكن تجهد الكليتين عن طريق الفلترة فلتر بروتينات. ثالثا هشاشة العظام، إذا أنا أخذت الأيزوليت بروتين ممكن أن أسبب حق العظم كله في الجسم أنه يفقد كالسيوم وبالتالي يخرج مع الفضلات، فبالتالي وداعا من يعني وداعا الى العظام القويه واهلا بهشاشه العظام. فهذه ضروري للناس اللي ياخذون بروتينات ما يطولون. صحيح. ياخذها لفتره معينه تكاد تكون شهرين ماكسيمم ثلاثه اشهر وبالتالي لازم يقطع. رابع شيء تكون الحصوات بالكلى، والضرر الخامس ممكن تؤدي الى فشل كلوي في حال استخدامها على المدى الطويل. نفس ما تفضل دكتور انه اي شيء يعني بيزيد عن حده دائما لازم يكون تحت اشراف خبير او دكتور. يعطيك الف عافيه ونشكر جهودك ونشكر تواجدك دائما معنا في برنامج جي اف سي. اعزائي المشاهدين نرجع لموضوع حلقتنا اليوم، للنزال التالي بين عبد الرحمن رمضان الملقب بتايسون العرب مع حامل اللقب إيدي توماس، وطبعا هذا من النزالات اللي راح تشوفوا فيها قوة الضربة والضربة المؤثرة، لأنه هو نزال في الوزن المفتوح. طبعا لما نتكلم عن الوزن المفتوح هو 100 كيلو جرام فما فوق، وبالتالي راح تشوفوا في هذه الأوزان دائما
سرعة أقل، ولكن ضربات مؤثرة وخاطفة وقوية تؤدي إلى ضربات قاضية. رجعنا لكم من بعد الفاصل، والحين يا وقت نزال اللي كان مقدر نسير بجي اف سي 1 ولظروف خاصه للاعب عبد الرحمن العنزي فاقمناه بجي اف سي 2. هذا النزال بين اللاعب حامل لقب ايدي توماس واللاعب عبد الرحمن العنزي الملقب بتايسون. طبعا اعزائي المشاهدين، نفس ما انا ذكرت سابقا انه هذا النزال في الوزن المفتوح راح تشوفوا فيه اثاره اكبر، قوه اكبر. خلينا نتعرف على اللاعبين من خلال التقرير التالي. طبعا ايدي توماس نفس ما شفنا هو لاعب متخصص في الفريستايل، يغلب عليه طابع الكيك بوكسينج اكثر. عبد الرحمن رمضان وهو من فتره بسيطه تكرم كافضل ملاكم في الكويت، عنده قبضه ما شاء الله فولاذيه من افضل الملاكمين اللي موجودين في الساحه، بالاضافه الى انه حاصل على ثاني العرب في الملاكمه. أعزائي المشاهدين، خلونا نعرفكم أكثر على اللاعبين وتشوفون مراحل تدريبهم من خلال هذا التقرير. معكم عبد الرحمن العنزي، بطل كويت وبطل العرب بالملاكمة. توني يعني تقريبا صار 3 سنين دشيت الكيك بوكس، وأول سنة دش الـMMA، حالياً قاعد أتدرب حق البطولة. إن شاء الله يعني ناوي أني أخذ الأول بالبطولة هذه. التمرين الملاكم يبلش من الساعة 5 للساعة 7، تمرين ملاكمة، ومن 7:30 لـ8:30 الكيك بوكس، ويوم الاثنين والاربعاء عندي الامامي تمرين امامي من الساعه 9 للساعه 10:30. هذا التمارين اللي تمرنها اسبوعيا كل يوم. يعني احسن الشباب اللي وياي بالملاكمه اختاروني اني ادش هالبطوله، وان شاء الله راح ارفع راسهم وادش هالبطوله هذا واخذ الحزام ان شاء الله. My name is Eddie Thomas. I'm from South Carolina, here in Kuwait, fighting in the GFC. My main style is American Karate. I study more at Baku in Shiru. I study MMA, kickboxing with my trainer Robinson, Team Robinson, out of Sumter, South Carolina, off Broad Street. I'm fighting for now about 3-4 years. The type of training I do is basically lightweight training for cardio, stay long-winded to fight my opponent. It's now about strength, it's about conditioning my stamina. I want to be able to last longer than he can, you know. Take him out quicker if I can. First round, it's a good thing. If I have to go longer, I'll take it that way. But try to keep it standing. Go to the ground, no problem. I can deal with you then. I'll find a way. Believe me, I will. For my opponent who think he can beat me, or feel ensured that he can beat me, you better have second thoughts. It's not going to be an easy win. 2 steps forward, 1 step back. Prepare to get knocked out, either get submitted, 1 or 2. احنا
متعودين دائما نوريكم مراحل النزالات. خلينا نشوف مرحلة الترقب قبل النزال بعشر دقائق، وهذه المرحلة التي يغلب عليها طابع الرهبة مع طابع الإثارة لدى اللاعبين. خلينا نتابع هذا التقرير. يعطيك العافية عبد الرحمن. الله يعافيك كابتن. كلمنا عن استعداداتك قبل البطولة. إن شاء الله إني يكون مستعد عدل، وإن شاء الله راح أفرح كل اللي حاضر لي وكل أهل الكويت إن شاء الله بالحزام إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق، يعطيك العافية. إن شاء الله. الحين يمكن حال وقت إنه نتفرج على نزال الإثارة مع أفضل لاعب ملاكمة في الكويت عبد الرحمن رمضان وإيدي ثوماس حامل اللقب. عبد الرحمن تايسون رمضان. The Hurricane Thomas. في الملاكمة عبد الرحمن تايسون رمضان. المتخصص في القتال الحر إيدي The Hurricane Thomas. مدير هذا النزال الحكم ستيف ريتا. Guys, we went over the rules. Watch your low blows. Have a clean, fair fight. Touch gloves. Come out fighting. Okay? راح تلين قتال. هذي نزال بين اللاعبين تايسون وإيدي. بدت المباراة. واضحة الشعبية. واضحة الشعبية. تايسون. طبعا تايسون. الله أكبر. تايسون تايسون ملاكم ملاكم. طبعا تايسون قاعد يتلاقم عليه في اللكمات القويه. راح ضربتين ورا بعض ينزله مرتين ورا بعض ينزله راح يقضي عليه راح يقضي عليه. قضي عليه. وقف الحكم المباراه. تيالي تايسون ما لعب في اول 30 ثانيه لانه ما حاشا ولا شيء في اول 30 ثانيه. في اول 30 ثانيه تمكن اللاعب تايسون من ضرباته.
ألف مبروك للبطل عبد الرحمن رمضان. نفس ما شفنا طبعا عبد الرحمن رمضان الملقب بتايسون فاز طبعا بالضربة القاضية بوقت جدا مختصر صالح. طبعا كان واضح انه ايدي ثوماس ما قدر انه يصد اندفاع عبد الرحمن رمضان. عبد الرحمن رمضان لاعب قوي، شفنا الضربات الابركات او الضربات الصعادية، ضرب ايدي ثوماس في منطقة البريشر بوينت اللي هي تحت الفك، وبالتالي افقدته الوعي لثواني. حكم النزال طبعا هو حكم محترف، لما شاف فرصة الدفاع لدى ايدي ثوماس في دفاعه عن نفسه قليلة، بالتالي انهى المباراة. بالرغم انه ايدي ثوماس يعني كان يحكي اني انا كنت حابب اكمل، بس هو صراحة يعني انقذه. انا زي ما شفت سعود صالح بالفعل حتى لاحظنا ان ايدي ثوماس لما طلع من الحلبة ما كان بوعيه، خذ الحزام وراح. صحيح، احنا قعدنا ننادي على ايدي ثوماس وهذا كان شيء طريف انه النادي عليه رجع الحزام. ومن احد من المتحدين ومن اكثر الناس اللي بدت تتحدى عبد الرحمن تايسون، لانه ما شاء الله صار نجمه ساطع جدا في عالم القتال المفتوح، هو سعود الكندري اللي تقدم من اول متقدمين لتحدي عبد الرحمن رمضان. كلمنا سعود، بما انك انت الحين دخلت في هذا المود واستعداداتك ل نقول المرحوم سعود. طبعا انا تحديت عبد الرحمن رمضان، بس ما راح نقدر صالح نسوي المباراه بسبب فرق الوزن. عبد الرحمن مو قادر ينزل وزنه، فخلاص لازم نشوف له خصم ثاني. جاي تعملها علينا فرق الوزن. ماشي الحال اعزائي المشاهدين، بما انه سعود انسحب خلينا احنا ننسحب لفاصل ونرجع مره ثانيه نواصل معاكم باقي فقراتنا. أعزائي المشاهدين، نفس ما احنا عارفين قرب موسم جي اف سي 3، قرب الحماس وقرب القتال المفتوح. صالح حدثنا عن تجهيزات جي اف سي 3. طبعا أعزائي المشاهدين احنا كلمناكم من فترة عن جي اف سي، ما كنا نتوقع انه تكون قريبة بهذه الدرجة، ولكن رغبة مشاهدينا ورغبة متابعينا ورغبة جمهورنا احنا دائما بنلبيها انه نخلي بطولاتنا مستمرة. فبالتالي من خلال برنامجنا في جي اف سي حصلت على شعبية كبيرة، فبالتالي قررنا انها تصير في يوم الجمعة ان شاء الله الموافق 26 ابريل، يعني بعد أسبوع من الآن. طبعا تم اختيار قاعة مختلفة في هذه المرة في نادي العربي، قاعة عبد العزيز الخطيب، لما تحمل من قدرة على استيعاب عدد كبير من الجمهور، وإن شاء الله راح تكون تحضيرات سعود راقية جدا من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية كما إحنا معودين جمهورنا. إذا كنت تسأل عن نزالات، راح يكون في إن شاء الله 10 نزالات بين أقوى المحاربين. طبعا بطولتنا هي بطولة أو منظمتنا طبعا هي المنظمة الوحيدة المختصة في الفنون القتالية المختلطة في الكويت، وهي الحمد لله وصل صيتها إلى أغلب دول الشرق الأوسط. سعود خلينا نتكلم عن الناس اللي تقدمت لنا من المنظمات المختلفة. صالح بالفعل يعني جت لنا إيميلات وجت لنا اتصالات خارج الكويت من دول عربية وحتى دول أوروبا وحتى دول بأمريكا، أن لاعبين رغبتهم مشاركة بجي أف سي. طبعا الشيء اللافت في هذه البطولة أنه تقدمت لنا أعداد أكبر من الكويت، والواضح أنه إحنا الحمد لله حققنا دورنا الاجتماعي اللي كنا نسعى له في منظمتنا في جي أف سي، أنه تنتشر هذه الرياضة ويصبح عشاقها أكثر، وبالتالي صار عند في أهداف لدى اللاعب الممارس للفنون القتالية أنه يجي اليوم في بطولة بمستوى عالمي بتصير بالكويت، وبالتالي خلينا نشارك فيها. سمعنا عن أسماء كبيرة نفس جراح الفضلي، وهذا من أحد اللامعة. أي من أحد الأسماء اللامعة. اليوم ما اختار يلعب في المنظمة اللامعة في جي أف سي، لأنه هي اللي راح توصله لأهدافه من خلال معرفة الجمهور. طبعا أعزائي المشاهدين، بدينا كالعادة توقيع العقود مع اللاعبين في المؤتمر الصحفي. طبعا معانا الشريك دائما تلفزيون الراي، الله يعطيهم العافية، هم دائما معانا وبيغطوا الأحداث اللي احنا بنسويها. خلينا نعرفكم على بعض الأمور اللي صارت في المؤتمر الصحفي، ونرجع نعرفكم على اللاعبين اللي تم إمضاء العقود معهم للمشاركة في بطولة جي اف سي 3.
البطولة الثالثة غير عن أي بطولة ثانية. أنصح العموم إنه يتابعها ويشوفها. إن شاء الله آخر الشهر هذا راح تشوفون شيء وايد حلو، مباريات وايد قوية فيها متحدين من برا الكويت، 12 واحد هالمرة من الكويت وثمانية من خارج الكويت، لكن أبطال يعني من كل مكان. هالمرة عندنا غير، عندنا من روسيا، عندنا من روسيا قبل كان واحد وسوى ما شاء الله جو قوي بالبطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. علي موسوي لاعب بجي اف سي، لعبت بطولة جي اف سي الاثنين وعلى آخر جولة يمكن آخر 40 ثانية بسبب شطف العين تو موقف المباراة، وإن شاء الله مشارك بجي اف سي 3 وتكون أحسن مرة يطافت إن شاء الله. حاز على بطولات دولية وداخل الكويت بالنسبة للكيوكشن والكيك بوكسينج، وإن شاء الله البطولة هتكون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي حسام قشوع، إن شاء الله مشارك بجي اف سي 3. طبعاً أنا كنت مشارك بوان بتو، ما صح لي مجال أشارك. طبعاً بنوجه شكر عميق حق عاد الووان، طبعاً يعني جهوده الكبيرة إنه يحقق هذا النوع من البطولات في الكويت. معكم ناصر الذيب، أشكر شركة ووان بروتين أن أتاحتنا الفرصة، وهذه أول بطولة لي وإن شاء الله راح أكون فيها بطل. نفس ما شفنا بالتقرير بالمؤتمر الصحفي تم توقيع العقود اللاعبين، وبعض اللاعبين صح ما ندري ان ما وقع العقود وتم ارسال لهم العقود عن طريق الايميل. طبعا هذه البطوله نفس ما تكلمنا هي بطوله تمتاز بالثاريه، تمتاز بالاثاره، لانه في لاعبين تحدوا بعض في السابق والان تغير الاسلوب تبعهم وراح تحدوا بعض مره ثانيه، وبالتالي احنا اطلقنا على البطوله اسم ذا جراند ايبك. ذا جراند ايبك اي الملحمه الكبرى، وان شاء الله راح تكون من اقوى البطولات، لانه احنا عاملين مفاجات كبيره في هذه البطوله، لانه اسماء لامعه جدا في الفنون القتاليه المختلطه راح تكون متواجده، راح تكون على حلبه المنافسه في حلبه جي اف سي. 10 نزالات احترافيه في الفنون القتاليه المختلطه. اول نزال راح نعرضه هو حيكون بين حامل اللقب محمد علي مع متحدي السعودي المتخصص في الموي تاي اللي هو مسلط العنزي. النزال الثاني سعود راح يكون بين ناصر المطيري، هو متحدي للبطل عبد الهادي العدواني. ناصر المطيري هو لاعب متخصص في الفنون القتاليه المختلطه ويغلب عليه طابع الجودو لانه يحمل الحزام الاسود في الجودو. النزال الثالث راح يكون ان شاء الله بين حامل اللقب عبد اللطيف العدواني مع البطل عمر وليد، وهو احد ابطال الكويت في الملاكمه، لاعب ممتاز جدا، ولكن معرفته في الارضي يمكن في هاي الفتره لازم يبدا انه يطور فيها. النزال الرابع راح يكون في الوزن تحت 70 كيلوغرام بين لاعب روسي مدربه، لما انت بتذكر اللاعب الروسي اللي اجى في جي اف سي، طبعا الروسي يعتبر هذا مفاجاه جي اف سي 3. تمام. اللاعب الروسي اللي اجى في جي اف سي 2 مدربه حكوا عنه انه هذا اللاعب عندي بالدرجه الرابعه، وانا اليوم لاعب جايب لاعب من الدرجه الاولى راح ينافس على لقب لوزن تحت 70 كيلوغرام، راح ينافس البطل عبد القادر الجرك البطل المغربي المعروف بصلابته ومعروف بقوته. طبعا البطوله علشان يكون فيها نكهه خاصه يجب ان يكون فيها سيد علي الموسوي الأسد اللي بين براعته في البطولة اللي فاتت. بالفعل اعتبرت مباراة هي المين إيفنت جي اف سي 2. بالضبط اعتبرت فعلا، هذه كلمة جدا مهمة سعود، انه كثير ناس اعتبرت مباراته من أدائه الجميل هو والبطل أحمد حياتي. اليوم راح يدخل وهو راح يوصل رسالة انه مو الخسارة يعني كل شيء، انا بخسر وبرجع بنافس مرة ثانية. راح يلعب مع البطل عبد الرحمن لوهيب، ايضا بطل متخصص في الكيوكشن والام ام اي، بدا يتدرب عليها لفتره طويله مؤخرا بالاضافه الى الموي تاي. النزال اللي بعده يا سعود راح يكون لوزن تحت 87 كيلوغرام، راح يكون بين البطل الروسي حامل اللقب سراج الله رمضانوف
وهو طبعا لاعب نفس ما انتم عارفين هو لاعب متخصص في السامبو والكيوكشن. نزال تحت 87 كيلوغرام راح يكون بين البطل حامل اللقب سراج الله رمزانوف المتخصص في السامبو والكيوكشن كاراتيه ضد متحدي الكاميروني المتخصص في الجوجيتسو والام ام اي وهو لاعب طبعا لاعب فريستايل. نوصل لعند نزال تحت 93 سعود والجميع متحمس لهذا النزال لانه في اسم كبير في عالم الملاكمه هو الاسم جراح الفضلي المعروف عنه يحمل قلب الاسد لما يحمله هذا اللاعب او البطل من شجاعه وقدره على المنافسه ضد متحدي المغربي طارق هداج اللي راح يحضر هو طبعا متحدي بطل في البطل المغرب العربي في الموي تاي والملاكمه. هاي المباراه ان شاء الله راح نتوقع نشوف فيها سترايك كبير. النزال بعد هيك راح يكون بين اللاعب عبد الرحمن رمضان الملقب تايسون العرب مع متحدي بطل العالم اللبناني رامي البنا. رامي البنا هو من احد ابطال العالم في رياضه الكيك بوكسينج. راح يتحدى حامل لقب هذا النزال طبعا في الهيفي ويت راح نكون كلنا متابعينه. عوده اللاعب البطل النشمي حسام قشوع راح ينافس في فئه المحاربين راح يلعب مع البطل التونسي اللي نافس في البطوله اللي فاتت. حسام قشوع طبعا هو لاعب غني عن التعريف سعود هو متخصص في الام ام اي وهو مدرب ام ام اي وايضا في الجوجيتسو. وليد طرابلسي هو احد ابطال المغرب العربي في الموي تاي وهو ايضا لاعب ام ام اي لعب عده بطولات في ايطاليا. النزال المين ايفنت هو النزال الثأري. جي جي هالمره جاي وبيحكي انا طالع معي الحزام. فجي جي راح ياخذ فرصته مره ثانيه في النزال الناري اللي ان شاء الله نتوقع نشوف فيه المستوى المأمول من جي جي وبالتالي من البطل اكيد احمد ابراهيم اللي هذه في هاي المباراه اذا فاز فيها راح يتوج كمحارب اول محارب رسمي للمنظمه. تابعونا ترى البطوله راح تكون ان شاء الله نار في يوم 26/4 في قاعة عبد العزيز الخطيب المتواجدة في النادي العربي في المنصورية. طبعا احنا بلشنا بيع التذاكر اللي راح تكون متوفرة لدى شركة ووان بروتين. اي حد يحب انه يشتري تذكرة يحضر في هذا الحدث احنا اليوم عملناها بطولة الجماهير بالتالي الاسعار مناسبة للجميع لانه احنا نحمل مسؤولية اجتماعية في نشر هذه اللعبة. احنا لسنا فقط ننظم هذه البطولة ولكن احنا نحمل على عاتقنا مسؤولية اجتماعية انه الناس تتعرف على هذه اللعبة وتنتشر لأكبر شريحة معينة ونخليها منتشرة أكثر. صالح قبل ما نختم خلنا نعرف المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حاب يتابع أخبارنا. طبعا اللي حب يعرف مناطق أو أماكن بيع التذاكر وكافة الأخبار عن اللاعبين والتفاصيل عنهم راح يكون إن شاء الله موجود في موقعنا كل التفاصيل www.gfc-mma أو على موقعنا على الإنستغرام @gfc-mma. هذه يعني أهم مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اللي حب يتواصل معنا من خلال التويتر @wawanprotein. أعزائي المشاهدين ينا على ختام حلقتنا أشكركم على متابعتكم وتابعونا في الحلقة القادمة. Next episode.